أقف الآن على كورنيش شط الحلة. هذا الجزء بالتحديد نفذ من قبل وزارة الموارد المائية بمدة إنجاز 3 سنوات ونسب إنجاز بلغت قرابة 95%. أما هنا فهو الجزء المنوط بالحكومة المحلية بمدة إنجاز تبلغ 9 أشهر. انقضت ونسب الإنجاز لم تتجاوز 30% تقريبا وتوقف العمل، والأسباب عند الجهات المعنية. أسباب كثيرة توقف بسببها المشروع، أهمها أخطاء في حساب كميات حجر التبطين وتقديرات الأموال الخاصة بتجهيزه، إضافة إلى تأخر توفير أموال شراء جدران الدعم الستائرية الشيت بايل المستخدمة لاحتجاز التربة أو الماء، فضلا عن تعارضات من بعض الدوائر الحكومية. أبرز أسباب التلكؤ بحسب الجهات القائمة على المشروع: الاعتماد المالي المستندي، أيضا تأخر لأن أكو فقرة استيرادية، فقرة الشيت بايل واللي تمثل 78% من حجم المشروع. لحد الآن لم يتم تجهيز الشيت بايل والفقرة متوقفة. كمية الحجر كانت قليلة لأسباب يعني أثناء تنظيم الكشف، وتم إعداد مسوحات جديدة وتحريات والوقوف على الكمية الحقيقية. في مقابل ذلك تقول الحكومة المحلية إنها أكملت الجزء المتعلق بها مع وزارة التخطيط، والأمر متوقف على إكمال إجراءات الشركة المنفذة والمصرف الضامن لأموال شراء المواد المتأخرة. هذه الفقرة أكملت إجراءاتها من قبل المحافظة وموافقة وزارة التخطيط وتوفير مبلغ مع المصرف الثالث اللي هو الضامن، مصرف التي بي آي، وكمل يعني كملت إجراءاتها بحيل الله إن شاء الله، وبقت أعمال يعني نقول إجراءات تقوم بها الشركة المحال عليها المشروع ويا الجهة بين المصرف الضامن والشركة المصنعة. مشروع قد يقلب موازين الجمال في بابل ويفتح متنفسا لعوائلها، توقف إكماله بسبب أخطاء في حسابات مصرفية ومالية ألقى بظلاله على المواطنين وهم ينتظرون إكمال مشروع طرح تنفيذه منذ عام 2010. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في.